السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في كورس تعليم الماشين ليرنينج للأطفال. الموقع بسيط جدا، الموقع اسمه machinelearningforkids.co.uk. أول ما تدخل هتقول له بروجكت، هفتح لك الصفحة ديت، هتقول له add a new project وتبدأ تديله أي اسم، وليكن مثلا او بالشكل دوت. بيقول لك أنت عايز تتعامل مع التكست ولا الايمج ولا نمبر ولا ساوند. قلت له تكست. طيب أنا لغة في انجليش وفي عربي، خلاص خليها عربي. اقول له كرييت. ده المشروع بتاعنا، فبيقول لي هتدربه وبعد كده ليرن اند تيست وبعد كده تعمله. فاقول له ماشي تريننج بالشكل دوت. وبقول له انا عايز هنا مثلا هابي الجمل السعيده، او ممكن نخليها سعيد. تمام. واقول له اد. ده هنا تحط فيها الكلمات السعيده، واقول له ساد اللي هي الكلمات الحزينه. وممكن تضيف بقى اكتر من ليبل بالشكل ده. ممكن هنا مثلا نحط كلمه جود، ويخلينا نحط مثلا كلمه سعيد. وهابي تمام. وهنا بقى نحط ايه ساد حزين. طبعا كل ما بتزود الكلمات، يعني لو اديته هنا 10,000 كلمة وهنا 10,000 كلمة، هيبقى الموضوع بالنسبة له اسهل، ان انا ضربت على كمية ضخمة جدا من البيانات. لو انا اديته بالشكل دوت هيبقى الموضوع بالنسبة له صعب، يعني مش هيقدر يفلتر. هو مست الموضوع دوت، عامل زي السبام في جوجل ميل او الايميل، بيبدا ان هو يقفش. طيب خلينا اخش مثلا على شات جي بي تي واقول له اريد امثله لكلمات توحي بالسعاده بالعربي والانجليزي واخرى بالتعاسة والحزن، وناخد منه الكلمات. اهو جاب لنا الكلمات وبدأ ان هو يبدأ ان هو يحطها. كل اللي عليك ان انت بس ايه تاخد الكلمة تحطها. يعني هنا سرور اهي، رضا، بهجة، فلما ارجع لصفحة الرئيسية بلاقي عندي ترين وليرن وتيست وميك. طيب هقول له ليرن اند تيست، بيديك معلومات عن المشروع بتاعك وبينصحك ان انت تزود المعلومات. التيست هنا تقول له مثلا ايه فرح، وتقول له تيست. جربت كلمة جود جاب لي هابي. طيب لو قلت له ساد تيست ساد. طيب تعال نشوف كلمة احنا لسه مدخلينها، مثلا سادنس. وتبدأ تدخله كلمات كتيرة، هو يبدأ ان هو يستنتج وهكذا. طيب خلينا ده بيقول لي هنا train new machine learning model. هنا ممكن تكنسل التريننج لو انت عايز او تسكرايب. فهو بيقول لك ان دوت المشروع بتاعك عبارة عن نيورال نتورك، شبكة عصبية، وبيقول لك ان هي بتبقى في الشكل دوت، ان بيبقى فيه هنا الانبوت
ومفروض دي هنا الاوتبوت، وهنا بتبقى فيه هيدن لاير، ليارات مخفية بينهم بالشكل دوت. لما بدخل اي معلومة هنا بتبدأ تتنقل، ويبدأ ان هو ياخد القرار ويديني المعلومة من هنا. ده عبارة عن ديب ليرنينج، زي مثلا كلمة جود بيبدأ ان هو يطبقها على المعلومات الموجودة عشان يعرف هل الكلمة دي باحتمال قد ايه تبقى ساد او الهبل. بيبدأ ان هو يوريك المعلومات، بيشرح لنا ازاي قدر يوصل ان دي كلمة هابي ولا سيد. دي الهيدن لاير اللي في النص، دي الاكتيفيشن فانكشن، وبعد كده هو بيدي لكل واحدة فيهم قيمة معينة، بحيث ان ممكن تكون دي هي القيمة الاكبر. مثلا عايز اعرف ان دي قطة ولا كلب، فهو بيبدأ يشوفها ويشوف مثلا الحجم بتاعها. لا، الحجم بتاعها مش لازمة، ممكن تكون كلب صغير او قطة كبيرة. طب شكل الودان، طب شكل العين، طب شكل المخالب، وهكذا لحد ما يقدر يوصل لكلمة أساسية، هل هي دي قطة ولا كلب ولا ايه. كل الكلام ده بيدور في ثواني، بحيث ان هو يديك المعلومة المظبوطة. في الاخر يقرر اني واحدة منهم هابي ولا سيد بنسبة قد ايه. كده احنا بنشرح للطفل كل حاجة في الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج وكل الحاجات ديت بطريقة سهلة جدا. والتعلم العلمي طيب، بعد ما عملنا له ترين وعملنا له ليرن وتيست، اقول له بقى ميك. فميك بيديني 3 اختيارات، اللي هو سكراتش، دي لغة برمجة مرئية وسهلة، والبايثون، ودي لغة برمجة من اللغات السهلة، وفي اب انفنتور، ده لو انت عايز تعمل تطبيق على الايفون او التابلت او الفون. طيب انا هقول له انا عايز سكراتش، لانها دي سهلة جدا ومناسبة للاطفال. فبيقول لي بقى ان انت عندك حاجه اسمها ريكوجنايز، ان هو يفهم التكست، بيشرح لي ايه اهم الادوات اللي احنا ممكن نستخدمها. فبقول له توكل على الله وافتح لي السكراتش 3، فنلاقيه موجود هنا اهوت. تمام. طيب انا عايز اخترع شخصيه ليا بدل القطه ديت، انا عايز اخترع اي شخصيه ثانيه. فاقول له بيبدأ يفتح لي بقى الشخصيات. طب انا عايز ارسم شخصية ليا، ممكن اقول لا ده انا عايز ارسم انا شخصية. هاجي هنا واقول له هنا اللي هي الرسم، وهاجي هنا واقول له انا عايز مثلا ارسم مثلا دورية كده بالشكل دوت. وممكن بقى تغير اللون بتاعها، تخليه اي لون انت عايزه بالشكل دوت، وتقدر ترسم جواه. مثلا اقول له بقى انا عايز ارسم دورية تانية ونغير اللون طبعا. زي العين كده. ونسخت العين اهيت. طيب هنا بقى ممكن اجي على الشكل دوت واقول له انا عايز دوبلكيت، وعايز دوبلكيت كمان. يبقى انا عندي كده ايه 3 اشكال. ماشي. اول شكل دوت انا لسه ما عنديش اي معلومه خالص، فهو ده الشكل الاولاني وهرسمه كده. تعال نطلع الشكل اللي فوق. الشكل التاني ممكن نبدا ان احنا ايه
نرسم مثلا ان هو مثلا بالشكل دوت، الشكل التالت نرسمه عكسي، نفترض ان ده كده بيضحك يعني كده ده عادي وده حزين، ده حزين اللي هو 8 و7 هو اللي ايه مبتسم. تمام. طيب نرجع بقى للكود. طيب انا عايز اقول له اول ما نبدأ ان احنا نشتغل، اول ما اللي هي ايفنت، هو راح الايفنت اهوت واقول له اول ما ندوس على الزرار دوت، دي اللي هي ايه، اقول له سويتش الكاستم بتاعك ل كونسيوم 1. تمام. يبقى اول ما تشغل يبدا ياخد الشكل دوت. طيب عايز بعد كده ايه، يسأل سؤال ويتلقى الاجابه اللي هي ديت. ممكن بقى بدل ما اخبرني باسمك tell me something about yourself. تمام كده خدنا المعلومة منه، ونبدأ بقى نعمل ايه قاعدة اف ونشوف الإجابة تبقى عاملة ازاي. قال لي يا ديت لو ايه، لو الإجابة اللي هي الأنسر، لو الإجابة ممكن نيجي هنا بقى وأقول له لو الإجابة ديت أهي بتساوي كذا، إيه بقى اللي هيساوي كذا؟ يروح مغير الشكل دوت لشكل آخر، فهقول له لو الكلمة أهيت أحطها هنا هتساوي هابي، ساعتها غير لي الشكل دوت. خلينا نجيبها من هنا دهوت، هقول له ده كونسيوم 2، لو الشرط ده متحققش خليها 3. تعال نجرب كده بقى، هقول له شغل. طيب بعد كده هقول له انا عايز الانسر هنا. طيب خلينا بقى نجرب البرنامج، شغل بيقول لي اكتب كلمة هنا، فهكتب له كلمة هابي ودوس انتر، هو بيشوف بقى هل الكلمة دي موجودة عنده ولا لأ، لو لقاها هيبدأ ان هو يشتغل. كده بيقول لك ايه، تيست يور ماشين ليرنينج موديل وذ وان اوف يور تريننج اكزامبل، كده نجحت الموضوع. تقدر تجرب كلمه تانية؟ اه تقدر. عايز تقول له مثلا كلمه سيد مثلا، تمام اس اي دي، تمام، وتقول له شغل، يبدأ ان هو يشوف هل الشرط ده متحقق ولا لا، ما يتحققش خلاص بالشكل دوت يبقى احنا عملنا تجربه مظبوطه.